ثالثا أنه سلام الله عليه المنقذ المنقذ لمن استجار به في حال الضرورات والبلاء المستحكم. والقصص كثيرة في إنقاذ أشخاص عديدين جدا خلال التاريخ من مهالك حقيقية، والكتب كثير تروي هذا الشيء. وسمعت بخبر مطول يذكر أنواع الاستجارة بأشخاص المعصومين عليهم السلام، فواحد منهم أي من المعصومين يستجار به لدى الفقر، وآخر يستجار به لدى المرض، وهكذا. ثم يقول ما مضمونه: واستجر بالمهدي إذا وصل السيف إلى هنا، واستجر بالمهدي إذا وصل السيف إلى هنا، يشير إلى رقبته